سلامة حاج، أنا باش نخليك تحكينا وحدك على ظروف اللي أنت تعيش فيها تو. هكا تشفي في الحالة، وهذاك ولدي، هذاك ولدي قدها من طريقة يمرض، نسحبوه يموت، وتويك بني تعمي ما نجمش يمشي، وبابا عائلة وبصغار، حتى الضوء اللي ما معدي لنا الضوء، وإحنا هاك نتشفوا، هاك نتشفوا في الحالة هذه، واللي يعمل ربي مليح، على كل حال يرحم والديكم، كي حصلتوا جيتونا، كان تعاونونا الله يبارك، كان قلت له لا ويكثر خيركم، وهذاك الوليد ما كمريته وهذاك ولدي. هذاك وليدي هذا كما قال، هذاك اللي يعرف يوم ربعة اذا لا يعرف يروح الذهن يعاوني الله غالب، هذاك تقهر كما قال. مادام عندي صغار يلزمني نخدم على راحي ولا صغيراتي، واللي تعرضت للمرض هذا اللي مرض هذا نتاع الالتهاب في مس الاعصاب نتاع بدني، معناها ما خليش معناها نحرك اليدين الساقين الاربعه، معناها الساقين ورجلين مشوش، مثلا تماش حد معناها يتبرع باش يدويني ولا يهزني طبيب ولا معناها هذيك هي حاجتي باش نولي نمشي على ساقيه وكو، ما طلب حتى شيء باش نخدم على صغيراتي، باش صغيراتي مازال صغار، معناها اكبر واحده عمرها 15 سنه، معناها الكوزين باش تخدم وبنات. لا عندي هاك تغزر في الحال هذيك دار ولدي، وقت اللي صبوا المطار يقول لها ما هي قاعد نجمش نسكن لها مع مرتها حسب رايي، تزوجنيش هي، انا قاعدين هنا انا شايف، وقت اللي صبوا المطار يقول لنا يا مبيل هاكم تخزروا في الحال، هنا ولدي هذا كرات بيا روح ما عنديش، ولدي الاخر عنده اربع بنات ما عندهاش اولاد، عنده وليد برا زاد في لامي قبل، وليدي الاخر كان شوف في حالته زاد تقعد يحل فمك، عنديش ما نعاون وليدي ولا خوياته عندهم باش يعاونوا، كان تعملوا علينا مزيه يرحم والدي، تعاونونا في مقدور، اتواصلوا صوتنا انكم انتم تاع المعلنه وربي يعلم من فوق، هاك جيتي مني انا جيتيني قلت لك فاهم طيب، وين طيب في الماكله وين نقعد وين الفراش، هاك مزلتي كما قالها بعيني، وربي يرحم والديك ان شاء الله، ربي يرحم والديك.